تحت رعاية سفيرة الأمم المتحدة للسلام رئيس مجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية صاحبة السمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني. فلنبني جسور التعاون معاً ونمضي سوياً لغد أفضل. أفراداً وشعوباً كل منا له دوره، فلنحرص على أن نمد يد العون ونمضي الأمل يهب الحياة للكثير. كن معنا وخذ موقفاً. هدفنا إلهام الناس بنبض واحد والمواطنة عالمية تجمعنا من أجل الإنسانية. نبني دبي عاصمة الإنسانية ونرفع شعار شارك للإنسانية. من أجل البقاء على قيد الحياة، كن معنا وخذ موقفا، شارك للإنسانية. لا حدود لعطائك وما من قيود لأحلامك، شارك للإنسانية. نعمل من أجل إحياء أحلام الأطفال الأبرياء، شارك للإنسانية. تبرع بأفكارك وبوقتك وعطائك من أجل من هم بحاجة. نحن بحاجة لمشاركتكم، شارك للإنسانية.